الجمال ده. عمرايه واقفه جنبي. انا شايفه ان انت واخد بالك مني حبتين. ايه؟ وحش ده يعني ولا ايه؟ لا مش وحش، بس زياده شويه. عاجبيني؟ طب اقول لك حاجه، ما تصدقيني؟ وهكدبك ليه؟ اصلك جدعه جدا عشان ما سبتيش ابوكي، والنوع ده انقرض من زمان. لا وفوق كل الكلام ده بقى حته قمرايه. يا سلام، ما نغيرها واحنا متجوزين. لا طبعا نو واي، انا مش ممكن اتجوزك غير لما اعمل كل حاجه على مزاجي الاول. اوبا، انت شكلك هتبقي صعبه قوي. انا صعبه قوي فعلا، بس معلش استغفلني بس. متخافيش، انا من هنا رايح اخد بالي كويس. انت فعلا لازم تاخد بالك كويس قوي قوي، وتبقى عينيك في وسط راسك كده. ماشي يا ست. طب بقول لك ايه، انا هجي لك الشركه بكره. انهي شركه؟ انهي شركة؟ انت عندك اكتر من شركة؟ لا يعني اقصد اهلا وسهلا بيكي طبعا، تنوري في اي وقت. طب ومالك بتقولها كده ليه؟ كانك مش عايزني اجي. خالص، انا بس يعني زي ما تقولي اتفاجئت من السؤال. طب ما تتفاجئش بقى، انا قلت اقول لك عشان ما تقولش اني فاجئت، ما تقولش اني طبيت عليك، بس اوعدك اني بعد كده هطب عليك عشان اقفشك فعلا. ايه؟ بتضحكي على ايه؟ مش عارفه ليه عندي احساس ان سامح ده هيطلع عين ايتم في يوم من الايام. نفس احساسي بالظبط. يا بنت مش وقت الكلام ده، امي هتصحى. انت جننتي ولا ايه؟ مجنونه وبس. بقول لك ايه، مش هينفع نتكلم هنا، خدوا بعضك وانزلي دلوقتي. انسى، شويه وهاجي لك. مش هنزل. كلم مين يا ولا؟ مين معاك؟ ده التلفزيون ياما، التلفزيون. التلفزيون. ايه ده يا ولا؟ التلفزيون مطفي بيتكلم من غير كهرباء. لا ما انا اللي اصلي، انا اللي قفلته، اصل كان صوته عالي كنتش عارف انام. خش انت ايه اللي بصحيتي دلوقتي؟ خش نامي. تعالي يابا، تعالي، انت تعبانه من الصبح يابا. ايه ده؟ ايه؟ الريحه دي؟ ايه فين؟ لا شم ريحه حريمي. لا لا لا، حريمي ايه؟ ريحه حريمي ايه اللي جاب ريحه حريمي هنا؟ انا شم ريحه حريمي. ما انا نسيت اقول لك، اصل انا امبارح رحت اشتري ريحه رجالي، الواد الله يخرب بيته الدنيا ريحه حريمي. ولا انت كذاب يا ولا؟ كذاب والله. بصراحه انا كذاب فعلا. اصلا انا عديت على كاميليا. يا دي بوز الفقر، احنا مش هنخلص. اعمل ايه؟ وقال لي خلي ريحه كاميليا تيجي على جتتك. ما انا سلمت عليها، اكيد كانت حاطه ريحه في ايديها، جت في ايديا، انت شمتيها، خلصنا. ايوه، ما انا ابني كده عوج، وكلامه عوج، ومشيه عوج، وكذاب وحلنجي وطالع لابوه. معلش، اللي ما مره جه وجاب لي حاجه، اللي ما مره شلت في ايدك فاكهه. معلش هجيب لك ان شاء الله. ولا حتى شبشب زنوبه. انت بس تخشي تنامي دلوقتي، حتى جلابيه. انت تعبانه طول النهار. معلش هتعملي ايه؟ نصيبك بقى وقدرك. مش هطلع بره، وقفل تليفونك ليه؟ يا ستي بكره هبقى احكي لك على كل حاجه. لا دلوقتي، وعايز اعرف كنت انت ومتولي بتعملوا ايه؟ مش دلوقتي، بعدين، قلت لك امي هتصحى. لا دلوقتي هنتفضح. الله، ده التلفزيون
يا حلاوة يا حلاوة. ودي قناة إيه؟ الأخبار؟ ولا ما يطلبوا المشاهدون ولا الافلام؟ ابوس ايدك ياما ما تفضحناش، ابوس ايدك ما تفضحناش. اكيد انت اللي جرجرتها هنا وانت اللي هتجيب لي على الفضيحه. انا اللي جرجرتها؟ دي تفضح بلد دي في ريال. في ريال. هو انا جبت غير في ريال؟ هو في كرم في ريال؟ لا والله. ولا في حلاوه في ريال؟ ولا في طعامه في ريال يا اختي يا طيبه؟ ولا في طيبه في ريال؟ جوه. يعني منى ونجلاء ما جوش لحد دلوقتي، والهانم الكبيره ما عملتش غاغه ولا حاجه. انت عارفه انهم تاخروا عشان منى راحت لوالده خليل الله يرحمه. حرام الله يرحمه. ايه مالك؟ عايزه حاجه. شكلك كده. بص بقى، انا مسافره. مسافره فين؟ الغردقه. فجاه كده؟ فجاه كده بصراحه، يعني عندي شغل ضروري ولازم اكون في الغردقه 4 ايام. يا خبر، وانت عايزه كاميليا تطب ساكته؟ بقول لك ايه، اختك كاميليا دي لو فضلت تتصرف معايا بالاسلوب ده والله لا اسيب لكم البيت واعيش لوحدي. هو انت عبيطه يا بك؟ بقول لك ايه، دي مصلحتي ومستقبلي، وانا مش هسيب اي فرصه كويسه تجيلي عشان خاطر حد، وخصوصا عشان اختك كاميليا. طب بعدين نتكلم في الموضوع ده بعدين. بعدين ايه؟ انا بكره الصبح لازم اكون في المطار. كمان مش كده يا مروه؟ لا كمان بقى كده، وانا بقول لك عشان تتكلمي معاها، عشان مش عايزه اخش معاها في حوار. طب بس بس انا عايزه اخد رايك في حاجه. اتفضلي. انا عايزه البس الوان غير الاسود. يا سمر، هتلبسي ملون؟ طبعا انا عشان بالاسود شكلي مش هيبقى حلو. انت عايز شكلك يبقى حلو ليه؟ طبعا شكلي لازم يبقى حلو، اولا عشان انا دلوقتي بشتغل في شركه دار نشر كبيره جدا، وتاني حاجه بقى عشان المكان اللي انا بروحه ده فيه ناس كتير كده بيهتموا بمظهرهم. ده غير ان الدعوه جات لي من علاء بيه. علاء بيه، شوفي مصلحتك العبيطه. صباح الفل يا عم سعيد. اه يا عم جمال. يا حبيبي ازيك يا عم جمال؟ ابو حميد اخبارك ايه؟ تمام. لا عشان عايزك في موضوع. والله العظيم انت ابن حلال، انا كمان كنت هكلمك عشان عايزك. تشرب الاول. هدى ولع. ايوه جاي. اللهم يا استاذ احمد بتاعتي، وشوف عمك جمال يشرب ايه. لا انا مش هشرب اي حاجه من السهر رايح الشغل. حاضر. خد يا عم جمال سيجار. لا انا ما بدخنش في التعامل. صحيح انا نسيت. امورنا ابو حميد. بقولك يا عم جمال، كاميليا بنت خالي اتكلمتني في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه. والله العظيم ده، لا ده انت فيك الخير، بس انا كنت هكلمك في نفس الموضوع بالظبط. طب صح كده يا عم جمال؟ وبصراحه المفروض يعني ان انا كنت اكلمك انت الاول يعني، بس انا قلت هي تقول وبعدين اكلمك عشان يعني الموضوع ما يبقاش كلام وبس، وانا قلت برضو اجي دوري. تعرفني ما بحبش اللف والدوران، وبعدين ما تحسنيش يعني كاميليا وحدانيه وانا عايش لوحدي وعايز حد يونسني وياخد بحسي في الدنيا، ابقى انا كده غلطت؟ لا ما غلطتش ولا حاجه يا عم جمال، بس انت يعني شايف ان الوقت ده مناسب انك تتكلم في موضوع زي ده؟ بس هو بصراحه انا قلقت، قلت يعني الاحسن حد يسبقني ويطلبها، خصوصا اي حد من اهل جوزها. بس الناس دول مش هيسيبوها في حالها، هيفكروا يعني ياخدوها لاخو جوزها عشان يعني تبقى الحكايه كلها في حبهم، اما لو ما كانش كده هيقرفوها. انا قلت يعني ما اسيبهاش لوحديها، او برضه وهي بتطالب بحقها يبقى حد واقف وراها جنبها كده يعني، ولا ايه؟ لا عندك العيب، عندك العيب يا عم جمال، بس انا يعني عايزك تاجل كلام في الموضوع ده شويه عشان الامور تمشي زي ما انت عايز بالظبط. بجد يا ابو حميد؟ بجد. وعايز كمان اطلب منك طلب. فين؟ يعني ما تقولش الكاميليا خالص ان انا كلمتك في موضوع زي ده. ما تقولهاش ان انا قلت لك الكلام ده خالص، ولا انت فتحتني في السيره دي نهائي. طبعا طبعا. ولا هجيب باي سيره.
ده انت تأمرني اخي شوف ربنا تصدق انا كنت الان من رد فعلك جدا. لا ولا يهمك عم جمال، احنا نطول نناسبك عم جمال. الله يكرمك الله يكرمك ابو حميد. معلش انا حطيك على الله بقى عشان اروح شغل معاك. يلا اتفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. الف سلامه. هدى ولعة سك على القهوة. برضه بتنفذي اللي انت عايزاه. وانت رايحة فين انت كمان؟ مش قلت لك تقعدي تتكلمي معاها؟ بقول لك ايه يا كاميليا، احنا مش صغيرين، كل واحد عارف مصلحته كويس. سلام. شفتي؟ عشان تعرفي ان احنا مش بنقول حاجة غريبة، بس انت اللي مقفراها حبتين. يا بنتي هو انت بتقولي لي انا رايحة صد ردة؟ ده انت بتقولي حكباتي. على فكره انا لو عايزه اصيح هصيح طول النهار وارجع لك بالليل اللي بات في البيت عادي يعني. مره ما تتكلمي بطريقه احسن من كده شويه. انت عارفه ان دي الحقيقه وانا ما بحبش احليها. بطلي طبطبه. يا رب يا رب. احمد كويس انك جيت، تعال احضرني. ايه في ايه؟ تعال ابد. وفيها كاميليا ايه اللي فيه ايه؟ احمد راجل البيت ومن هنا ورايح لازم يعرف كل حاجه بتحصل في البيت. لا يا حبيبتي، راجل البيت عليكي انت مش علينا احنا. في ايه يا بنات؟ ما تهدوا شويه بس فهموني ايه اللي حصل. الهنم عايزه تسافر وتقعد لي اربع ايام. قال ايه؟ شغل. لا 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 مروه، ايه الكلام الفارغ ده؟ لا ما يصحش الكلام ده طبعا. وانت مالك انت اصلا؟ هو انت افتكرت النهارده ان احنا قرايب وجاي تسال علينا؟ وانت مش خايف باحسن سيده تيجي تطب عليك وانت عندنا ولا ايه؟ ما يصحش يا مروه الكلام ده بقول لك. وبعدين انت متعصبه كده ليه؟ قولي لنا رايحه ليه وعشان ايه واحنا نقول لك اذا كنت تروحي ولا لا. رايحه شغل. خلاص. ايوه الشغل ده فين ومع مين؟ انت مالك اصلا؟ اوعى اوعى بنتي انت بتتكلم كده ليه؟ إيه؟ انت هتسيبها يا مروه؟ يا بنتي استني. منزل عبد العزيز الحلي. ايوه. معايا امر بالحجز على الشقه. ايه؟ حجز على الشقه؟ طب اتفضل. أنا عايزها تخرج من الشركة ملط. عافية. هيحصل يا باشا ما تقلقش. 100 مرة تقولي هيحصل يا باشا. هيحصل يا باشا ما تقلقش. ومفيش أي حاجة بتحصل. أنا خلاص ما عدتش طايق العيشة معاها. لا. أنت لازم تشوف لك حل يا متر. دي واحدة شؤم. بعدين أنا خلاص هنقل كل تعاملات شركتي بره. طب والشركة هنا يا باشا؟ زي ما بقول لك كده. أنا هسحب كل أرصدتي وهسحب كل تعاملاتي وهربط مع العملاء على كده. عايزها تفوق تلاقي نفسها على الأرض. حاضر يا باشا. وعبد الله ده كمان اللي طلع لنا في المقدر أعمل معاه إيه دار آخر؟ أنت كده مديله أكتر من حق. هو خلاص قضى المدة وخرج من السجن، يعني ثواب. وأنت لو شغلته عندك هيبقى أي حاجة يعملها هتبقى ضده مش ضدك. بس أنا برضو قلقان مش مطمن. عندك حق أنا عارف. أنت بس سيب الأمور كده تمشي بطبيعتها، لأنه ممكن يكون عايز يعوض اللي فات من عمره، أو من الآخر كده يا باشا ممكن يكون عايز يرشله وخلاص. خلاص اعمل اللي اتفقنا عليه وبلغني بالحرف عملت إيه. مفهوم يا متر؟ بكرة إن شاء الله. يلا اتفضل يا متر. إزيك يا متر؟ تمام يا هاني ربنا يخليكي. ايه روح؟ في حاجه يا سمير؟ لا روح بقى، كنت بخلص شويه اجراءات مع المتر. طب عن اذنك انا بقى. اتفضل يا متر اتفضل. مع السلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه. فكرت هتعمل ايه مع عبد الله؟ زي ما اتفقنا هكلم سامح يشوف له اي شغلانه كده لحد ما نشوف هنعمل ايه معاه. طب يا روحي عايزه حاجه؟ انت خارج ولا ايه؟ هروح الشركه. طب يا حبيبي اعمل حسابك نتغدى مع بعض، اعمل لك بقى فته وكوارع واكل انت بتموت فيه. تحرمش منك يا روحي، خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. باي يا حبيبي. باي باي. يا واطي يا ابن الكلب. هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ والدك الله يرحمه انا اعرفه، ولما قابلته لاول مره وكلمته قلت له ان البنك هيحجز على الشقه دي بسبب القرض اللي هو خده، وقلت له كمان لازم تسدده. بس هو بابا اخد قرض ليه؟ ده قرض قديم خده عشان خاطر جواز كاميليا، ده على حسب ما انا عرفت. هو القرض ده يعني يجيله بكام يعني؟ هو
هو الحقيقة القرض ده حوالي 100,000 جنيه بعد الفوائد، وده لازم يتسدد من هنا لحد قبل آخر الشهر. أنا آسف يا جماعة، أنا مش هقدر أعمل أي حاجة، لأن كان لما عايش كان هو اللي بيقدر يتصرف. طب أنا أعرف إن والدي كان عنده 10,000 جنيه في البنك، ممكن ندفعهم لغاية لما ندبر الباقي؟ للأسف لا، أنا آسف جدا يا جماعة، مش هقدر أعمل أي حاجة. وعلى فكرة لازم تسددوا المبلغ وبسرعة، لأن كل يوم بيعدي الفوائد بتزيد. النهاردة 100، بكرة هتبقى 500. يلا السلام عليكم. مع السلامة. عايزين مني حاجة؟ هتأخر على ميعادي. ابقي سددي الكارد يا عروسة. سلام. مروة استني، استني عايزك. هنعمل ايه في كل الفلوس اللي مطلوبة مننا دي؟ هنعمل ايه؟ مروة، مروة. احمد اقسم بالله لو قلت لي اي كلمة تضايقني. توطي صوتك. لو حصل لك اي حاجة في السفر ده بيكلميني. ها؟ يعني ايه؟ يعني لو رايحة شغل او اي مصلحة تانية مفيش مشاكل، اي حاجة تعوزيني فيها تليفون صغير وهتلاقيني عندك. ماشي. ايه بقى؟ هو ايه اللي ايه بقى؟ يعني عايز اعرف الشغل ده ايه؟ يستاهل يعني ولا هتقضيها؟ والله العظيم يستاهل، والمصحف يستاهل يا اخي. هي مش البنت حنان دي شغاله معاكي؟ اه حنان شغاله معايا. امال مش مسافره معاكي ليه؟ انت هتجيب حنان لمروه؟ عندك حق. ايش جاب لي جاب يا مروه؟ ماشي، رايح فين كده؟ عندي مصلحة النهاردة، ادعي لي بقى تقضي على خير. ربنا معاك وتقضي على خير، بس بدلتك حلوة شكلها غالية. جايبها منين يا أبو حميد؟ أبو حميد؟ أه طبعاً أبو حميد. طالما مخك دي على مخي يبقى أبو حميد ونص كمان. ونص؟ أه زي أنص كده. على فكرة أنت ما كنتش بتنزلي من زوري، بس شكلك كده اتغيرت خلاص. لسه، اللي جاي أحلى. ماشي، أنا همشي بس ما متأخرش. بيطمني عليك لما توصلي. أه سلام. خلي بالك على نفسك. يا مسهل حلال. أنا جيت. ساعة المكتب. بلا شغل بقى، بلا شركة، بلا كلام فاضي. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ نتجنن شوية. طب ما هو أنا مجنونة إني وافقت أتجوزك أصلاً. أنتِ من هنا ورايح لازم تسمعي كلامي. وأنا مش جوزك ولا إيه؟ لا لسه شوية. لسه شوية ده إيه؟ يلا يلا. يلا على فين؟ عايزنا نروح فين؟ هنسافر. اه ده انت بتحلم بقى. بحلم ليه؟ احلى حاجه في الدنيا انك تعملي الحاجه من غير ما ترتبيها. اي سامح، بس يعني احنا لسه ما عملناش فرح. هتفرق يعني؟ طبعا تفرق. انا لازم البس فستان ابيض، ولازم ابقى عروسه، ولازم صوري تملى كل المجلات. يا حبيبتي عشان تنبسطي احسن حاجه في الدنيا تعملي الحاجه بعيد عن الناس وكلام الناس. طب ومامي هقولها ايه؟ هنكلمها في التليفون واحنا في العربيه. دي كانت تروح فيها. تروح فيها ده ايه؟ هو انا مش جوزك شرعي؟ احنا مش كاتبين الكتاب. يعني من ناحيه شرعي فهو شرعي. اه خلاص حبيبتي، في حاجات كتيره لو فكرنا فيها هتبوظ. ادي شنطتك اهي. اتفضلي يا ستي. يلا بينا. يلا 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 يلا. بالغلط ايه؟ ما كنت اتفقنا خلاص. انا جوزي راسي. يلا يلا قولي لي بس ايه اللي بيدور في دماغك؟ عايزه اغير الشركه اللي بتعامل معاها. طب والله كنت عايزه اقول لك كده من زمان. عايزه اخد من شركه ماركه عشان البضاعه تبيع نفسها. طول ما احنا مع السكه دول عمرنا ما هنخلص. انت شايفه كده يعني؟ انا ليا اختين كل واحده فيهم بتشتغل في شركه للملابس والازياء، يعني لو قدرت اخد منهم بضاعه لحسابي الحكايه هتبقى لوز. ساكته يا بيت. هي بس حاجه تقيله على قلبي، لكن الشغل ما فيهوش الكلام ده. اللي عايز فلوس يدوس على قلبه ومشاعره وكل حاجه. معاكي طبعا، بتتكلمي صح. بس انت ما تعرفيش، انا ليا اختين من الاب، واحده ما بتقناش
والتانية بتحبنا وكانت عايشة معانا. أنا هكلمها والتانية دي ما هتصدق عشان تقولي إنها أحسن مني. الله بقى، ما إحنا لسه قايلين ملناش دعوة بالهبل ده. إحنا يا بنت الحلال نشوف مصلحتنا فين ونمشي وراها، غير كده ملناش فيه. عندك حق يا بنت، أنا هكلم الاتنين واللي تغمز نشتغل معاها. ده أنا هقوم أروح لميرا حالا. طمني يا ابو كرم، ايه الاخبار؟ كله تمام. نص ساعة وتيجي معايا عشان نمضي ورق البنك ونحول الفلوس باسمك على حسابك الجديد. بعد كده ناخد المبلغ اللي احنا عايزينه وتروح انت مشوارك وارجع انا على هنا. كويس. وحشتيني قوي يا منى قوي. يا كدابة كدابة، من ساعة ما سبتينا ولا سألتي على حد فينا. انا اسفة يا ستي، انا عارفة ان انا غلطانة. براحتك يا ستي، هقول لك ايه؟ ما هي اللي يقعد في العز ده ما يفتكرش حد خالص. بس عليك يا منى، وانا وحشه قوي كده؟ لا طبعا، بس الناس بقت كده ما بتفكرش غير في الفلوس. الا انا يمكن. وانت جايه تزوريني ولا جايه تبكتيني؟ انا جايه عايزه مصلحه. قولي كده بقى عشان تعرفي بس مين فينا اللي بتاع مصلحته. ماشي، بس انت النهارده هتتغدي معايا. لا مش هينفع، مش هينفع اسيب البنات خالص. لا هتتغدي معايا، يعني هتتغدي معايا. قولي لي بقى ايه المصلحه اللي انت كنت عايزاني فيها؟ بص يا ميرا، انا عاوزه اشتغل. عايزه تشتغلي فين؟ عند عمو سمير؟ عمو سمير؟ ايه الحياه بقت بيس؟ قشطه. قلت لها راجل طيب قوي والله. وابنه ايه؟ لسه لازق برضو؟ تخيلي، بس هو كمان طيب. بص يا ستي، انا عايزه اشتغل بس مش في الشركه. انا سامعه ان منتجاتهم في السوق سمعتها هايله. انا عايزه اخد منهم واشتغل لحسابي، بس معيش فلوس. يعني يعني اخد عن نوطة. والله يا منى انا ما بفهمش في الحاجات دي الصعبه دي، وانت عارفه ده كويس. وما اقدرش اقعدك مع عمو سمير. بس تقدري تقعديه مع مروان صح؟ ايوه، بس في مشكله. ايتن بتكرهنا كلنا، ما بتحبش اي واحده فينا. مش عارفه لو عرفت موضوع زي ده ممكن تعمل ايه. هو مش مروان ده يبقى ابن عمو سمير؟ خلاص، يبقى هو الجوكر. انا هاخد عن نوتة بس هسدد. وبعدين بكره تعرفي ان اختك دي هتبقى اكبر سيده اعمال في مصر. ان شاء الله يا حبيبتي، انا متاكده انك هتبقي كده واحسن كمان. طب هتردي عليا امتى؟ بصي احنا نتغدى دلوقتي واسحب لك الواد مروان ونخرج معاه ويقول لنا على كل حاجه. حلو، اسحب لك دي. قولي لي بقى البنات عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ زي القرود. وكاميليا؟ كاميليا دي عبيطه، مش قادره تفهم ان لازم يعيش في الدنيا دي لازم يعيش فيها زي الاسد. الهانم عايزه حضرتك. حاضر، عن اذنك يا حبيبتي اشوفها عايزه ايه واجي لك على طول. ربنا يستر. تعالي هنا. في ايه يا ماما؟ البت دي بتعمل ايه هنا؟ جايه تزورني. تزورك؟ انت كلمتيها ولا ايه؟ لا يا ماما، هي اللي كلمتني. هي عايزه ايه؟ انطقي، من عارفه ولاد سميه دول؟ ماما دي اختي. لا، انت مالكيش اخوات غير ايتن وبس، انت فاهمه؟ لا يا ماما، انا ليا اخوات تانيين وبحبهم ويجوا يزوروني في اي وقت. طب ايه رايك بقى ان هشتمها واطردها؟ لو عملت كده انا همشي معاها يا ماما. انا كمان عزمتها على الغدا. تبي اكيد اتجننتي. لا ما اتجننتش يا ماما، انا ليه اخوات وعشت معاهم طول عمري، واللي بيني وبينهم اكبر بكتير من اللي اي حد ممكن يتخيله. ماشي يا ماما. ناقصني ولاد سمية دول كمان، حاجة تقرف. كاميليا؟ ازاي؟ منورة الشركة. شركة ايه؟ دي شركة عظيمة. هو انت عرفت العنوان هنا منين؟ الواد متولي هو اللي قال لي وانا جيت. بس ايه الروقان اللي انتوا فيه ده؟ هو انت جاي تنق علينا بقى ولا ايه؟ يا عم نق ايه؟ ده انا في مصيبة صوتي. مالك فيك ايه؟ مفيش حاجة، بس فين احمد؟ احمد موجود. تعالي اتفرجي على المكتب العظيم بتاع عادل بيه عقبال ما يجي لك احمد. مكتب عظيم ولا بني؟ حاسه ان الطرقة هتطلع. اتفضلي يا كاميليا هاني. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عجبك؟ عجبني؟ ده تحفه. ده انا كان المفروض ابارك لك على الوظيفه الاول. لما انت انك شرفتينا دي هي حاجه مهمه يعني. انا مبسوطه قوي انك هنا. مبروك يا عادل. قول لي بقى لو احمد مش فاضي وانا هعطله انا ممكن اجي له اي وقت تاني.
انت مش معطلانة عن اي حاجة خالص، يعني انت تشرفي في اي وقت. واضح ان الشركة دي كبيرة قوي. هي كبيرة فعلا. احمد كان قال لي ان صاحبه غني، بس انا ما كنتش فاكرة للدرجات دي. صاحبه؟ هو صاحبه غني قوي قوي قوي، يعني حاجة يعني فوق الوصف. بس تعرف يا ودي عادل، انا لو كنت اتوظفت من ساعة ما اتخرجت يعني في شركة زي دي، كان زماني في شركة أكبر من دي 100 مرة. أنت هتقرعي بقى كمان يا شركة، إيه اللي تبقى أكبر من دي؟ ليه يا عم، أنا مش أداب إنجليزي أنا ولا خدمة معايا؟ هو أنت أداب إنجليزي؟ أيوه. ما أنا عارف إن أنت أداب إنجليزي، ما أنا مش عارف أتربي معاك يعني. طب ما تشتغلي معانا هنا كمان. يا سلام بقى، وهم هيوافقوا. هم مين يا كاميليا؟ البدلة دي مش مقصرة فيكي في أي حاجة خالص. إحنا هنا اللي بنقول مين يشتغل ومين ما يشتغلش. وبعدين إحنا أكيد محتاجين واحدة بتتكلم لغات، وأنت أيوه أنت أداب إنجليزي يعني. وزيادة عن كده ان احنا اكيد محتاجين واحدة جميلة جدا جدا تكون معانا. انا اسف، مش قصدي حاجة والله، اسف. انت بتتأسف ليه؟ هو انت شتمتني؟ ده انت قلت لي كلام جميل انا كان نفسي اسمع زيه. بجد؟ طب انا ممكن اقول كلام كتير تاني اقول. ما خلاص يا عم بقى، نعم انا هنهزر. يا عادل قول لي انا دلوقتي هقابل احمد ولا هيتنك عليا ويعمل فيها بقى موظف مهم بقى اروح؟ انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي كمان، اهم شخص في الشركه دي اللي واقف جنبك ده، يعني اروح انادي لك احمد، خليك عندك لحظه واحده. يا عادل فيه؟ تروح فين؟ انا هوصل مشوار البنك كده بسرعه وارجع على طول، يعني حسابك روح لما تقول لي النهارده نقابل الرئيس. ماشي؟ استنى بس. ايه؟ كمال يا بر. كمال يا مين؟ بنت خالي؟ ما بنت خالي انا. وعايز ايه دي؟ نصيبه لا تكون فاكره ان انا هدفع لها الفلوس اللي عليه. بقول لك ايه؟ اتصرف معاها، قول لها اي حاجه، قابلها انت. استنى بس يا عم، راح فين؟ ده عايزاك انت. يا عم قول لها انك ما لقيتنيش. استنى بس، في ايه؟ انت ايه موضوع الفلوس ده؟ قول لي يمكن اعرف اتصرف. خالي كان واخد قرض من البنك عليهم 100,000 جنيه، يا يدفعوا يا يخرجوا من الشقه. طب ايه المشكله احمد؟ ما خير ربنا كتير، ما تدهم لها، عنده قرايبك برضه. قدهم لها ايه؟ انت عبيط؟ بقول لك ايه؟ بقول لك يا عادل، طريقتك دي مش هتنفع. اللي يصعب عليكي في قرك يا صاحبي. وبعدين كمليها، دي مشاكلها كتيره، مره قرض البنك، مره الورثه بتاعت جوزها، وشويه كمان هتخش لنا في الخطاب اللي بيقعوا منها. انا مش فاضل مشاكل كمليها دي، فاهم ولا لا؟ غريبه قوي، انا كنت متخيل ان هي قريبه منك وبتعزها يعني. انا ما بعزش حد، ما بفكرش غير في نفسي وبس، فهمت؟ لا يا راجل، اصلا انا قلت لها ان هي ممكن تشتغل معانا هنا يعني. انت مجنون؟ تشتغل فين وايه؟ ما انا شكلي اتدبست بقى، اتصرف انت. ماشي يا عادل، ماشي، اشوف اخرتك يا كاميليا. تعالى تعالى نشوف. تعالى بس، ما اعرفش انت متنرفز ليه يا جدع. تعالى بس. سوري اتأخرنا عليكي. يا ألف أهلا وسهلا، إزيك؟ منور الشركة كلها يا كاميليا. أنت إيه اللي جابك؟ قصدي يعني ما اتصلتيش بيا ليه بالتليفون وأنا كنت جيت لك على طول على البيت بالليل؟ ما أنا بكلمك كتير على طول، تليفونك مقفول. وبعدين كنت عايزة أكلمك في موضوع الشقة بتاعتنا والمشكلة. كاميليا، أنا مش عايزك تقلقي خالص، طول ما أنا موجود أنا مش عايزك تشيلي هم أي حاجة. وبعدين انا فهمت عادل هيعمل ايه. مظبوط. عادل مين انا؟ ايوه. هو فهمني فعلا. بقول لك يا كاميليا، عايز اقول لك على حاجه. انا اسف، يعني انت عارفه انا هقول لك كلام مش عايزك تزعلي منه، بس انا فعلا انا لو معايا فلوس انا كنت هدفع لك على طول، انما انت عارفه زي ما قلت لك ان انا شريك هنا في الشركه بمجهودي، لو اتصلت بالشركه وقلت لهم انا عايز فلوس دلوقتي هتبقى شكلها وحش، ولا انت شايفه ايه؟ انا عارفه، وانا مش عايزه احرجك، انا متاكده ان لو في ايدك اي حاجه مش هتتاخر عليها. كويس قوي ان انت عارفه كده كاميليا. يلا بقى، تحبي اوصلك على البيت في طريقي؟ هو انا كان في طلب كده، لو ممكن تعمله قبل ما تمشي. طبعا اموري. عادل كان قال لي انه ممكن تشغلوني اي حاجه عندكم هنا في الشركه. انا قلت لاحمد وقال لي تمام. ما انا قلت لك تمام.
وطبعا دي حاجة تشرفنا طبعا يا كاميليا، ده انا متفاجئ بالخبر ده. طيب خلاص انا هسيبك انت بقى وعادل وتشوفوا ايه اللي ممكن يحصل وانا اروح اشوف شغلي. اوكي عادل عايزك تختار احسن مكان لكاميليا وتعينها فيه، ولا اقول لك ما تخليها معاك في القسم عشان خاطر انا كمان مطمن عليها. ماشي مبسوطة كده؟ طيب احمد فعلا طيب انت منوره.